المطار الحضاري او القراوي كيف كلور خذ لصالح مدينه فاس، خذ لصالح حزب الاستقلال، اصول الوكاله المستقله، طرقات كلها لصالح حزب الاستقلال. هما اللي مستهلكين الساكنه، يبقوا يشوفوا الحومه كي دايره، هما اللي مستهلكين. الناس كانوا في موتورانس كيقتلوا في عباد الله، كيزروجوا المخدرات حتى في الاحياء الشعبيه ديالنا، وكان عندهم الناس انتحاريين ديالهم اللي قابلين يدخلوا الحبس باش يرطيوهم. هادشي اللي حنا فهاد فاس، حتى شي حاجة اللي عندها عندهم ناس خاصين فيهم انتحاريين اللي مقابلين كيدخلوا الحبس على خاطرهم. الصحافة هادو كلشي صحافية، هنا كاع اللي عنده شي تليفون.